ضروري تعرفين؟ ما تبي تقول لي كيف؟ زين اذا قلت لك توعديني ما تعلمين الوالده؟ ها تخاف من الوالده؟ انا ما اخاف منها، احترمها، ودي احافظ على مشاعرها. عيل اوعدك. عيل انا اقول لك. ها. رايح حق الفرقه الموسيقيه اللي منضم لها. Touching on in my head. Every time I see that woman, every time I see that woman, every time I see that girl, surprise and surprise me. Touching on in my head. Every time I see that woman. ليش كذي؟ احمد ربك اللي ما كسرت على راسك قدام الناس. بس هذا مو صايحني. خلاص. الموضوع هذا انتهى ولا تناقشني فيه. موسيقى وخرابيط بعد اليوم ما. انت تعرفين شنو قيمة الموسيقى بالنسبة لي؟ ما لها أي قيمة. أنا اللي أحبها. كلمة ما لها أي معنى. حبنا للشيء هو مدى استفادتنا منه. شنو اللي راح تستفيده بالموسيقى؟ كل شيء. تقدر تقول لي كم واحد مثلك يحبون هالخرابيط والموسيقى والطقطقة بالديرة؟ وايد. إيه؟ لكن اللي يحملون شهادات الدكتوراه معدودين على الأصابع. يكفي إني أثبت اسمك لقب دكتور علشان جميع الأبواب تنفتح لك. أي أبواب اللي تحكين عنها أنتِ؟ أي أبواب؟ أبواب المجد. أبواب الشهرة. مساء الخير اللي يقولها الدكتور حمد تختلف عن مساء الخير اللي يقولها حمد. رأيك راح يكون له تأثير، كلمتك راح يكون لها وزن واحترام. الاحترام اللي بيجيني من ورا اللقب ما بيه، ابي الناس تحترمني لشخصي، تحترمني لذاتي. شخصك؟ شخصك هو شهادتك؟ هو فلوسك؟ انا عندي فلوس. خلاص خلاص، بالفلوس تقدر تشتري الدكتوراه، بالدكتوراه تقدر تبيع على الناس اللي انت تبيه. حتى كلامك الفارغ بيصير له وزن واحترام، بيصير حكم ونظريات. اوه هذا منطق تجاري، انا ما افهم فيه. على اتفاقنا. خلاص. نفذ كل اللي انا اقوله، واترك مستقبلك لي انا احدد. تحديد مستقبلي شيء يخصني انا بروحي بس.
مستعد تسمع منك النصيحة، مستعد تسمع منك التوجيه، لكن تقضبيني من رقبتي وتربطيني وتسحبيني وراك؟ لا 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 يمكن. حمد حمد اسمعني، انا كل اللي قاعدة اسوي هذا علشانك، علشان مستقبلك. حمد حبيبي، حمد انت تشك بحبي لك؟ هم كلبك انتي، هم كلبك تحبينه.